هدف واحد واضح من كل في كل موسم، والموسم هذا ان شاء الله راح نحافظ على الـ4 بطولات ونحاول قدر الامكان ان شاء الله بما اوتي من قوه ان شاء الله الفريق واعضاء مجلس الاداره بكاس الاتحاد الاسيوي ان شاء الله. هذا طموحنا ولن ينقص عن هذا الطموح يعني ان شاء الله. جاهزين؟ ان شاء الله جاهزين 100% جاهزين. عندنا لعيبه ما شاء الله الحمد لله رب العالمين، اداره دعم للفريق بكل ما تحمل الكلمه من معنى في دعم.